بسم الله والابن والروح القدس الاله الواحد امين. تحل علينا نعمته ومباركته من الان والى ابد الابدين امين. بنكمل لقاء جديد ونقطه جديده في ازواج واصدقاء او اصدقاء وازواج، وبنخاف ان الصداقه بين الزوجين نفقدها، وعشان كده حاب النهارده نتكلم على نقطه او نقطتين من معوقات الصداقه. ايه اللي بيخلي الزوجين يفقدوا روح الصداقه اللي بينهم مع انها اساسيه 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 في نجاح الاسره وفي نجاح حتى الاولاد وتربيتهم. من اهم المعوقات اللي بتجعل الصداقه تضيع بين الزوجين عدم تخصيص وقت لبعضهم البعض. لازم يكون في وقت خاص للزوجين مع بعض. كلنا عارفين الانشغالات الكثيره اللي بتشغل الزوجين، لكن ما ينسوش زي ما يدروش كل يوم على الاقل مرتين في الاسبوع يبقى في وقت يقعدوا مع بعض، يخصصوا وقت للعلاقه الشخصيه بينهم. للاسف الحكايه دي بتضيع من اسر كتير، وبيترتب عليها نقط سلبيه كتيره في الاسر، ويمكن على ما يجوا يفوقوا الحكايه دي تكون حصلت مشاكل. مهم جدا ان يكون في بيننا وقت وتخصيص وقت للعلاقه الشخصيه. نحن نعيش في عصر كله انشغالات، لكن الحكمه بتاعت اولاد ربنا انهم يهتموا بالحكايه دي. يعني ممكن يكون مرات كثيره يكونوا عايزين يعملوا حاجه مع بعض وما يقدروش يعملوها، عاوزين يقعدوا مع بعض وما يقدروش. وللاسف في كده فيروس ماشي في كثير من اسرنا، هو ان يقولوا ان احنا يعني الحكايه دي بقى خلاص، يعني بيفتكروا ان الوقت اللي خصصوه مع بعض هو ده كانه وقت غرامي. لا، ده وقت نفسي لبناء العلاقه السمينه والمحبه السمينه اللي بينهم، محبه فكريه وقلبيه ومشاعريه وانسانيه من كل النواحي. لكن لو ما فيش وقت يقعدوا مع بعض بتجف هذه المحبه. لابد ان يكون هذا الوقت موجود. ويعني زي ما بيقولوا كده، وفي عباره جميله دايما يقولها قداسه البابا، يقول اذا يعني وجدت النيه تتوفر الامكانيه. واحيانا نقول ايه ده، اذا الانسان عنده النيه الله بيعطيه الامكانيه، وهنا بندخل عنصر عمل الله في حياتنا من هذا المفهوم. الوقت اللي بيشتركوا فيه مع بعض في التفكير، في مثلا انهم يشاهدوا حاجه مع بعض بفكر واحد، باهتمام واحد، بمناقشه حياتهم الشخصيه، بمناقشه حياه ولادهم، بمناقشه حياتهم الروحيه، بمناقشه خدمتهم اذا كانوا بيخدموا في الكنيسه، المناقشه بينهم الاثنين وفي وقت خاص ليهم بعض بيسبب نوع من الثراء في المحبه. وعدم وجود وقت احد اكبر معوقات الصداقه. يجب علينا اننا نهتم بالحكايه دي. وابحاث نفسيه كثيره اتعملت اكدت ان وجود صله مباشره بين الاثنين في وقت مشترك بيثري المحبه بينهم. ايضا احد اهم معوقات الصداقه هو فقدان الشعور بالصداقه. ازاي؟ خلاص لم يعد الزوجين شاعرين ان في بينهم صداقه، فده بيزود الابعاد بينهم وتضيع روح الصداقه بينهم تماما. يمكن تكون العلاقه بينهم تبقى قائمه على عشره، لكن العشره بس حقيقي ليها قيمه لكن ليست كافيه انها تخلي الزوجين يرتبطوا ببعض اكتر. لو ما فيش شعور بالصداقه، لو واحد منهم قال كلمه غلط او اتنرفز او زعق او تصرف تصرف غير لائق، هنجد الطرف الاخر لا يستطيع ان يحتمله، وممكن المشكله تكبر وتكبر وتكبر نتيجه عدم وجود شعور بالصداقه بين الاثنين. الصداقه بتخليني انا مستعد دايما احتمل صديقي، مستعد دايما اتفهمه، مستعد دايما اغفر له. يمكن احنا بنتكلم عنها كمحبه، لكن هنا هي صداقه قايمه على المحبه. وكلنا بنحب اصحابنا وما بنزعلش منهم، وممكن تفوت سنين طويله والعلاقه قائمه وثابته، واول ما يتقابلوا تاني تظهر علاقه المحبه بينهم.
فقدان الشعور بالصداقة بين الزوجين مرض نفسي أو مرض اجتماعي أو مرض زوجي خطير، مهم جدا إننا نتجنبه، لأن فقدان إن يكون في وقت وفقدان الشعور بالصداقة بينهم يعتبروا من أهم معطلات العلاقة والمودة بين الزوجين. ربنا يحمي كل أسرنا وأولادنا من هذه المعوقات، ولله المجد دائما أبديا آمين.